بدأ في مراقبة الحدود إلكترونيا بالتعاون مع الحكومة الإيطالية بتقنية وبفنيين إيطاليين، وهي مراقبة جوية ومراقبة إلكترونية تبدأ من العوينات وتستمر حتى ملتقى الحدود الجزائرية التونسية الليبية. في أمن ليبيا، أمن للمنطقة وأمن للبحر المتوسط، وفي عودة العافية إلى ليبيا أيضا هي عودة العافية للاقتصاد الإقليمي في منطقة البحر المتوسط وحولها. سيبدأ في تدريب عناصر من المجندين للجيش الليبي وأغلبهم من الثوار في إيطاليا خلال الأيام القادمة. أو معظم الاجتماعات العادية يعقد